بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة، نلتقي في هذه الحلقة أيضا من تفسير آية الأحكام واحد، وهو اللقاء الخامس بعنوان حل الطيبات وحرمة الخبائث. حل الطيبات وحرمة الخبائث، وفي هذا اللقاء أو في نهايته إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف تكون قد توصلت أو وصلت بفهمك إلى أن تبين معاني المفردات في هذه الآيات التي ستدرسها، وأن تعرف توجيه القراءات، وتعرف أسباب النزول تبينها، وتذكر معنى الإجمالي للآيات، وتبين الأحكام التي سنذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات، كما تبين آثار هذه الآيات في الحياة الواقعية، وتستنبط الهدايات لتكون نبراسا لحياتك إن شاء الله سبحانه وتعالى وللحياة الاجتماعية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. الطيبات جمع طيب، وهو الحلال، والطيبات من الأطعمة مثلا ما استلذه النفوس وتستطيبه لتقوى الأجسام ولتقوى العقول والنفوس في ذاتها، ولتقوى الجهاد في سبيل الله ولعمل الطاعات ونحو ذلك. الطيب ما يجوز أكله ما استلذه النفوس، هذا هو الطيب. أيضا من معاني الطيب أنه الحلال، لأن بعض الأمور هناك تستلذه، بعض الأمور تستلذها النفس ولكن ليست حلالا، فلا بد أن يقترن أن يكون حلالا شرعا، وأن يكون أيضا ما استلذه النفوس، وهذا سمى طيب. وأيضا لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن الطيب شرعا يجوز أكله ويجوز التمتع به واستعماله قطعا، لكن قد يكون طيبا شرعا ولا تستطيع أنت في نفسك أن تستعمله أو تأكله، فهو حلال في ذاته لكنك أنت لا تستلذه، لا تستطيبه. فإذا الطيب له شيئان أو وجهان: أن تستلذه النفس، وأن يكون حلال شرعا أو حلالا شرعا. الطيبات: كلوا من طيبات ما رزقناكم، هي مرزوق، شيء مرزوق. الطيب ما رزقه الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان وما أوصله إليه من الرزق، فكل شيء مما رزقك الله عز وجل لا بد أن يكون طيبا حلالا تنتفع به. وهنا قد يتفرع فيما سيأتي: هل يأتي الرزق، هل يكون الرزق حراما، أو هل من الرزق حراما ويسمى رزقا؟ يعني قد يأخذ الإنسان رزقه بالحرام فيكون رزقا لكنه حرام، معنى بطريقة أخذه، طريقة أخذه أو استحلاله، هو هنا يصير رزق مع أنه حرام كمسمى اصطلاحي. واشكر لله، الشكر والاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم، ويكون بالاعتراف بهذه النعمة لله سبحانه وتعالى والثناء عليه، كما يقول الله عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم، فتقول شكرا لله، اللهم إني أشكرك، اللهم إني أحمدك، إلى آخر ذلك من معاني الشكر الذي يستطيعها الإنسان. والثاني من الشكر، أو النوع الثاني من الشكر، هو صرف النعمة على وجه يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم مطيعين لله منقادين لأمره ونهيه، فينبغي لكم أن تفعلوا هذا ما أمركم الله عز وجل، تأكل من الطيبات وتشكر الله عز وجل. ثم قال: إنما حرم، التحريم هنا الحظر والمنع الشرعي، هو الممنوع منعا شديدا شرعا أو طبا، لأن الإنسان قد يمنع من شيء من ناحية طبية، فإذا كان فيه ضرر على صحته يصبح حرام عليه إذا نصحه الأطباء أو أمره الأطباء بذلك. إذا كان مما يضر في نفسه يؤدي إلى إتلافها أو إلى إمراضها، فيعامل بالمنازل الذي هي منازل الأحكام بحسب شدته وتأثيره السلبي. قال: إنما حرم عليكم الميتة، الميتة هي ما ماتت حتف أنفها على هيئة غير مشروعة، يعني ماتت حتف أنفها أو على هيئة غير مشروعة، يعني مثلا الذبح بالحجر أو الطعن لإماتتها، غير طبعا النحر الذي هو للإبل، من غير تذكية شرعية، فهذا هو يسمى ميتة فلا يجوز أكله، منها المنخنقة والموقودة والمتردية إلى آخره، أو ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميت. والدم، الدم هو الدم المحرم المسفوح، ما يسيل من الحيوان كثيرا كان أو قليلا، لكن سال يسيل. أما الشيء اليسير الذي يكون بين اللحم أو جوار العظم أو في العروق، مثل هذا مما يعفى عنه،
ويقول الله عز وجل قل لا أجد ما فيما يوحي إلي فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الدم المسفوح هو الدم الجاري المهراء من البهيمة بعد ذبحها، أما الدم المتبقي مثل ما ذكرنا في العروق وغيره فهذا ما يعفى عنه. والخنزير هو شيء خبيث معروف، حيوان وحرمته شاملة للحمه وشحمه وجلده، ولكن لما قال ولحم الخنزير خص اللحم للدلالة على هيئته كله، كأنه المقصود لحم، كأن الخنزير نفسه لحم، فهنا لا يجوز أن تقرب هذا اللحم بالأكل، ولأن سائر أجزاء الخنزير تابعة للحمه، فاللحم ملتصقة بالشحم وبالعظم، فكله عبر عنه باللحم، وليس المقصود شحمه محلل أو جلده محلل، هذا القول الظاهر، وسيأتي تفصيل قليل في ذلك. وما أهل لغير الله به، الإهلال هو ما من ذبح أو ما ذبح لغير وجه الله ولم يذكر اسم الله عليه، أو أنه ذكر عليه اسم الشيطان أو الصنم أو شيء ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، هذا الإهلال لغير الله. فمن اضطر ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من الميتة أو مما ذكر سابقا فإنه يباح له إذا ألجأته الضرورة، فمن اضطر، لكن بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد. والباغي هو الظالم الذي يطلب ما لا يحل له، لأن الباغي هو الطلب والظلم، والعدوان العادي هو المتجاوز تعدى ما حدد له فلا إثم عليه، يعني من كان بهذه الشروط فلا إثم عليه أن يأكل من المحرمات المذكورة سابقا، فإن الضرورات تبيح المحظورات كما أن الضرورة تقدر بقدرها، أيضا لا يتعدى ولا يبغي في الأكل. سيأتي معنا أنه لا عاد، أي ما معنى باغ ولا عاد؟ هل هو بمعنى واحد أو بمعنى الباغي هو الظالم الطالب للمحرم والعادي هو المتجاوز، أو أنه تعدى على حقوق الغير أو تعدى على حكم الشرع أو تعدى على حقوق السلطان إذا منع شيئا من الأشياء مثلا، هذه كلها في التعدي. فكل مجتهد ذكر وجها من هذه الوجوه ثم حرم في ضوئه أو حلال في ضوئه. والإثم فلا إثم عليه، الإثم هو أثر المعصية هو الذنب، لأنه قد يعبر في بعض الأحيان عن الإثم عن الذنب بالإثم وعن جزاء الذنب بالإثم أيضا. فيجوز له من فيجوز لمن توفرت في هذه الشروط أن يأكل من الميتة أو مما حرمه الله عز وجل مما سبق. إن الله غفور رحيم يغفر للمضطر ما صدر عنه، أو للجاهل إذا وقع في شيء من ذلك. وهذه الآية بيان لرحمة الله ولغفرانه في الدنيا والآخرة لما يرتكب فيها الإنسان بقصد حفظ نفسه من التلف، فالله عز وجل أباح له أن يحفظ نفسه لأنها أهم شيء في وجوده، هي الشيء الذي يتعبد من خلاله الله سبحانه وتعالى، تنفذ أوامره من خلالها. في القراءات في هذه الآيات يقول الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة، الميتة، قرأ أبو جعفر المدني الميتة إنما حرم عليكم الميتة، وقرأ الباقون الميتة بالتخفيف، وهما لغتان ولا فرق كبيرا ولا فرق كبير بين القراءتين. فمن اضطر قرأ أو قرأ أبو جعفر المدني اضطر، وقرأ الباقون اضطر، وأيضا ليس هناك كبير معنى فارقا بين هاتين القراءتين، لا فرق فيهما، لكنها لهجة أو لغة من لغات العرب وقراءة ثابتة. وعزيز الدارس هناك وجوه إعرابية أيضا، والمعنى الإجمالي في هذه الآيات ترجع إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى لتتبين معنى هذه الآية إجمالا ولتتبين إعرابها أو وجوه إعرابها، وهي أمور أو معان قليلة بسطناها لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى في بضع كلمات. من اللطائف القرآنية في هذه الآيات قال الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قوله واشكروا معطوفا على الأمر بأكل الطيبات الدال على الإباحة والامتنان، هنا لما يقول كل واشكر معناه هنا مباح لك أن تأكل، ولكن أيضا اشكر الله عز وجل فيه إرشاد لتعطي الامتنان لله سبحانه وتعالى وتلبي هذا الأمر، إنما قالك اشكر فأنت تشكر الله عز وجل امتنانا له، والله يحب الشاكرين. قوله إن كنتم إياه تعبدون هو تقديم هنا إياه على الفعل للإشارة إلى اختصاصه سبحانه وتعالى بالعبادة، كقوله إياك نعبد وإياك نستعين. قوله أيضا إنما حرم عليكم الميتة حصر وقصر واستئناف بياني، ذلك أن الإذن بأكل الطيبات يثير سؤالا
من يسأل سؤال من يسأل ما هي الطيبات، فقال إنما حرم عليكم الميتة. هنا ذكر حرمة الحرام أو المحرمات ولم يذكر الحلال والمباح، لأنه كثير جدا الحلال والمباح لا يمكن حصره، لكن لأن الحرام قليل فحصره، وهذا من الإيجاز والقصر والبلاغة القرآنية التي تبين لك القليل، وبعد ذلك أنت استفدت وأفدت من ذكر القليل أن عكسه أو ما تبقى من الأشياء فهي بعكسها ما ذكر. أي إذا كانت هذه حراما هذه حرام فهذا حلال فالآخر حلال وهكذا. قوله حرمت عليكم الميتة، هنا أضاف الله سبحانه وتعالى الحرمة للميتة، فقال وهي عين، الميتة عين محرم، وهو لا يضيفها دائما وإنما يأتيك بالحكم، ولا تتعلق الإضافة أو الحرمة أو الأشياء بالأعيان، ولكن هنا علقها بها إشارة لماذا؟ إشارة إلى حرمة التصرف في الميتة من جميع الوجوه. إذا وجدت ميتة فهي حرام كلها، يعني كأن الآية تقول هكذا، الميتة نفسها حرام كلها. وإذا قال حرمت عليكم الميتة ما ماتت حتفاء فيها أو بطريقة غير شرعية فهذا محرمة عليكم، لا تمسوها ولا تقربوها، ميتة بشكل عام كتلة واحدة، هذا هو المقصود من قوله إنما حرم عليكم ميتة، ففيها إشارة إلى هذه إلى هذا المعنى وهذه الدلالة، تحريم الكل لها. حيث الدارس هناك نشاط، وهو أن تعود إلى كتاب الله تعالى وتستخرج منه الآيات التي تحدثت عن تحريم الميتة، ليس من هذه السورة وإنما أيضا في سور أخرى. من الأحكام والهدايات التي ترجع إلى هذه الآيات، أولا ما هو المراد بالطيبات وبالأكل منها، هذا الحكم الأول نعرفه، لا بد أن نعرفه. الطيبات هي كل ما استلذ النفس وتستطيبه، قلنا عقلا وشرعا أو ذوقا وشرعا، لا بد أن يكون حلال أو طيبا شرعا أيضا. والمراد بالأكل الانتفاع، ليس المقصود فقط الأكل، لأنه قد إذا أنت أحل لك أكل شيء فيحل لك أو يحل لك الانتفاع بطريقة الأولى لأنها أقل من الأكل، فالأكل هو أشد أنواع الانتفاع، وأيضا في إذا كان هناك الذوق قابل للانتفاع بالأكل فما دونه من اللباس مثلا أو التعامل معه بأشياء أخرى فهو أيسر وأسهل. هل المحرم في آية الميتة الأكل أم الانتفاع؟ وهنا فرق، الأكل فقط محصور لكن الانتفاع يدخل فيه الأكل واللباس وغيره من التعاملات. ذهب عطاء بن أبي رباح إلى أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة وجلدها، بشحم الميتة وجلدها كطلاء السفن أو طلاء للسفن ودبغ الجلود واستعمالها لأشياء من اللباس وغيرها. وحجته أن الآية إنما حرمت الأكل خاصة، إنما حرم عليكم الميتة، لكن الآية لم تذكر الأكل بصورة مباشرة، إنما هو المفهوم، ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى محرما على طاعم يطعمه في الآية أخرى، يعني الطعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فالمقصود حرمة الطعام أو الأكل من ميتة. وذهب الجمهور إلى تحريمه أي تحريم الانتفاع كما هو تحريم الأكل، واستدلوا بالآية الكريمة حرمت عليكم الميتة بإطلاق الانتفاع منها بأكل أو غيره بإطلاق، فجعلوا الفعل المقدر هو الانتفاع، وعطاء جعل الفعل المقدر الأكل، واستدل الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم شحوم أي شحوم الميتة فجملوها فباعوها وأكلوا ثم أثمانها فهم احتالوا حيلة، معنى انتفعوا لم يأكلوا مباشرة منها. فهذا الحديث يدل على أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه أي الانتفاع به من البيع والشراء وغيره. وقال الجصاص والتحريم التناول سائر وجوه المنافع، فلا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه، ولا يطعمها الكلاب والجوارح يعني الذين التي يملكها، لكنه إذا رماها وأكلوا منها فلا بأس لأنه لا يستطيع أن يتحكم بالحيوان، لأن ذلك ضرب من الانتفاع بها إذا أكل منها أو أعطاها لبهائمه وجوارحه. وقد حرم الله تعالى الميتة تحريما مطلقا معلقا بعينه، هذا الجصاص يقول فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا أن يخص بدليل، مثل ما الاضطرار لأكل الميتة، الاضطرار هذا مخصوص دليل. ما هو رأي الفقهاء في الحيوان المأكول؟ الحيوان بالنسبة للذبح أو الذكاء الشرعية أنواع ثلاثة، يعني هناك كيف نذكي الحيوان أو كيف يحل لنا أن نأكل منه، ما هي الطريقة التي الحيوان المأكول اللي هو حلال،
هناك ثلاثة أنواع من الحيوانات، حيوانات مائية وحيوانات برية وحيوانات برمائية، أي برية مائية تعيش في البر والبحر والماء. أما المائي الذي لا يعيش إلا في الماء فقط ففيه رأيان. مذهب الأحناف جميع ما في الماء من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة لما فيه من الدليل فإنه يحل. ومذهب الجمهور غير الأحناف، حيوان الماء كالسمك والسرطان وحية الماء وكلبه وخنزيره حلال يباح بغير ذكاء. كيف مات؟ يعني كيف ما مات؟ حتف أنفه أو بقاتل أو بغير ذلك بسبب ظاهر وغير ظاهر. إلا أن الإمام مالك كره الخنزير، خنزير الماء لاسمه، وقال أنتم تسمونه خنزيرا يعني فتسميته هي الذي جعلته يكرهه لكن ليس حراما عنده. وقال ابن القاسم وأنا أتقيه، ابن القاسم المالكية، أنا أتقيه قال ولا أراه حراما. وأما الحيوان البري فهو الذي يعيش في البر ولا يعيش إلا فيه فهي ثلاثة أنواع. أولا ما ليس له دم كالجراد والذباب والنمل، هي حشرات لكن تضاف إلى الحيوان، والدود والخنفساء والصرصور وغيره من هذه الأشياء التي تقاربه من الحشرات فلا يحل أكلها إلا الجراد خاصة لما فيها من دليل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام حل لنا ميتة ودما، هذا الدليل. والنوع الثاني ما ليس له دم سائل كالحية وجميع الحشرات وهو من الأرض من الفأر والقراد وغير ذلك فيحرم أكلها لاستخباثها، ولأن هذا ذوات سموم يعني الأشياء التي ظهرت السمومية أو السمومية. وأباح الجمهور الضب، طبعا هو مباح بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه قالوا هناك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه على عائشة لكن هو رآهم يأكلوه ولم يأكل منه ولكنه لم يمنعه ولكنه لم يستطبه شخصيا فلم يحرمه. فهذان دليلا، قول لعائشة ويعني أنها لا تأكله، وقول أنه رآه ولم يحرمه، فهنا تعارض، فلذلك نزل إلى مدينة الكراهة عند الجمهور تنزيها عند أبي حنيفة. أو أجاز الشافعية أكل القنفذ وابن عرس ولكن والضب أيضا، لكن قلنا كرهه أباح الجمهور لإقراره أكل الضب بين يديه صلى الله عليه وسلم، أباحه الجمهور لإقراره صلى الله عليه وسلم أكل الضب بين يديه، وأجاز الشافعية أكل القنفذ تبعا لذلك وابن عرس. وأما النوع الثالث من أنواع الحيوان البري ما له دم سائل وهو إما مستأنس أو متوحش، فالمستأنس جائز مثل البغال مثل الإبل والأنعام، الأنعام بصورة عامة مستأنسة توكل، وهذا المستأنس يحل ويحرم أكل البغال والحمير من المستأنس بدليل خاص، ويحرم لحم الخيل لكن مع الكراهة تنزيها عند أبي حنيفة وأجازه البعض. والمسألة فيها خلاف في النسبة للخيل، والمشهور عند المالكية تحريم الخيل. ويحرم المستأنس من السباع وهو الكلب والقط، يحرم أيضا أكله مع أنه مستأنس لكن ليس استئناسه كالبهائم. وأما المتوحش فيحرم عند الجمهور غير مالك كل ذي ناب من السباع، محرم عند الجمهور، وكل ذي مخلب من الطير لأنها تأكل الجيف والميتات، ويكره عند مالك لحم السباع يكره ولا يحرم، ويجوز عنده أكل الطيور ذوات المخالب لظاهر قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه. فالذي يحل شيئا أو يحل شيئا مما ذكر يستند إلى عموم الآية ويحمل الحديث على نهي الكراهة، والذي يحرم شيئا مما ذكر يستند للحديث الوارد في التحريم وينسخ به الآية، مع أنه هناك خلاف كبير في جواز نسخ القرآن بالسنة سواء كان، أما الآحاد فلا يجوز مطلقا وأما المتواتر ففيها خلاف. وأما الحيوان البرمائي وهو الذي يعيش في البر والماء كالضفدع والسلحفاة والسرطان البحري والحية والتمساح وكلب الماء ونحوها ففيه ثلاثة آراء. الأول للحنفية والشافعية لا يحل أكلها، لا يحل أكلها لأنها من الخبائث وفيها سمية قد أشرنا سابقا لذلك. الثاني للمالكية يباح أكل الضفدع ونحوها مما ذكر لأنه لم يرد نصا في تحريمها. الرأي الثالث للحنابلة وهو في التفصيل كل ما يعيش في البر من دواب البحر يعني بحري بري لا يحل بغير ذكاة كطير الماء مثلا والسلحفة، فلا بد عندهم من التذكية إلا ما لا دم فيه كالسرطان الذي هو عظام، فإنه يباح فيما روي عن أحمد بغير ذكاء لأنه حيوان بحري يعيش في البر ولا دم له سائل، خلافا لما له من دم سائل كالطير
فلا يباح بغير ذبح. والأصل لدى الحنابلة أو الأصح أن السرطان لا يحل إلا بالذكاء، لكن لا أدري إذا كان السرطان البحري كيف يكون تكون ذكاته. ولا يباح كالضفدع أكل الضفدع عندهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، فيدل أنه عن قتله عن تحريمي على تحريم أكله. لماذا سيقتل إذا كان حرم قتله؟ بمعنى ذلك حرم أكله. وإذا كان مباح الأكل بمعنى ذلك أنه سيقتل، فكيف يحرم قتله؟ ما هي ذكاة الجنين بعد ذبحه؟ اختلف العلماء في ذلك، فقالوا ذكاته، أو قال بعضهم ذهب أبو حنيفة إلى أنه يؤكل، لا يؤكل إلا أن يخرج حيا فيذبح. ولقول الله عز وجل المحرم عليكم الميتة، فهي ميتة كأنه عند أبي حنيفة. وذهب الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحنفية، محمد تلميذ أبي حنيفة ومحمد الذي هو زميل أبي يوسف، إلى أنه يؤكل لأنه مذكى بذكاة أمه، كما في الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه. ولكنهم اختلفوا بهذا الحديث في فهمه، فقالوا هو خبر أو هو أمر، يعني بيان أن ذكاة الجنين ذكاة أمه. فمن قال أنه عبارة عن خبر يبين لك أن بعد بعد ما يخرج الجنين ذكاته مثل ذكاة أمه أو كذكاة أمه، وهذا عند الأحناف، يعني لا بد أن يذكى عندهم، وهذا احتمال، ولذلك قالوا بقولهم. ولكن يخرج ذلك قوله في الحديث الآخر إن شئتم فكلوه إن ذكاته ذكاة أمه، فهو خرج مخرج البيان. ما الذي يحرم من الخنزير؟ حرم عليكم الخنزير، أيضا من المحرمات. الخنزير يحرم كله كما قلنا، ذهب الظاهرية إلى أن المحرم لحمه، كما ذكر في الآية، ولحم الخنزير هذا أهل الظاهر، ولكن كلامهم غير صحيح، لأنه كما ذكرنا سابقا أن وهو مذهب الجمهور أن شحمه حرام أيضا، لأن اللحم يشتمل على الشحم وهو الصحيح، وإنما خص الله سبحانه وتعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه، مثلما قلنا الميتة، إنما قال حرمت عليكم الميتة وكذلك حرم الخنزير، فهو ككتلة واحدة. قال القرطبي لا خلاف أن جملة الخنزير كله محرمة إلا الشعر، فيه خلاف عنده، فقال فإنه يجوز الخرازة به، أي تخريز الأحذية، لأن الخرازة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بالشعر ولم ينكر عليه. قالوا أما خنزير الماء فقال أبو حنيفة لا يكلع عموم الآية، وقال مالك والشافعي والأوزاعي لا بأس بأكل كل شيء يكون في البحر، كما ذكرنا سابقا في خلاف مأكل البحر أو البرماء. هل يباح للمضطر أن يأكل من الميت حتى يشبع، أم يأكل بقدر سد رمقه؟ ذهب مالك إلى أنه يأكل بقدر ما يشبع، ليس لسد الرمق لأنه قد أبيحت، وذهب الجمهور إلى أنه لا يأكل بقدر سد الرمق، كما قال الله عز وجل غير باغ ولا عاد، فسروا هذا بهذا، ولكن مالك فسرها بأنه غير باغ بأخذ الآخرين، مال الآخرين ليس في الأكل، لا يبغي على غيره ولا يأكل من مال غيره ولا تعدى عليه عند مالك، والجمهور فسروا البغي بالأكل من الميتة لغير حاجة، هذا هو. هل المحرمات مقصورة على ما ورد في الآيات؟ نعم، إنما لأنها حصر وقصر، فهذه المحرمات في الآية، وما حرمت أيضا في وما أشير إليها في آية أخرى، هناك آيات أخرى، وأيضا جاء ببيان في السنة النبوية من الحرام أنواع، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحم الخيل. إذن في الأحاديث تشريع أيضا للنهي والمحرمات، و الله سبحانه وتعالى يأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحل شيئا أو حرمه أو نهى عنه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في حديث آخر ألا إنما حرم الله كالذي حرم رسول الله، ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي حرم الله، في حديث الذي يقول يشك رجل أن يكون متكئا على ملائكته يقول بيني وبينكم كتاب الله. فما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو تشريع إضافي إذا صح الحديث أو تواتر ولو كان أو صح ولو كان أحادا، لأنه الظاهر العمل بحديث الأحاد في الأمر والنهي أيضا، وليست كل الأحاديث متواترة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فهذه كلها مما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان. إذن ما الحكمة في تحريم الأربع التي وردت في الآية إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى غيره؟ الخبث وما اجتمع فيها مما يدعو إلى التقدر كالنجاسة والأمراض الذي فيها إلى غير ذلك من الخبث، تحريم الخبائث، يحرم الخبائث بشكل عام ولو لم تذكرها الآية القرآنية. ومما أهل لغير الله عز وجل، لأنه ما أهل لغير الله لأنه
كأنه اعتراف لهذا المهل إليه بأنه هو خالقه وهو رازقه والمنة له، والله سبحانه وتعالى يرضى بالشريك. عزيزي الدارس، هناك هدايات إن شاء الله سبحانه وتعالى تعود إليها، ومنها أنه إباحة أكل الطيبات وتحريم الخبائث، كذلك إباحة أكل ما أهل لله سبحانه وتعالى وتحريم كل ما يهل به لغير الله عز وجل بأي طريقة كانت. حرم الله عز وجل الدم المسفوح والميتة، وكذلك التحليل والتحريم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده. قد يجوز خرق هذه القاعدة والأكل عند الضرورة، الأكل من المحرم عند الضرورة. التقويم ترجع إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وتقارن إجابتك عندما تجيب على هذا التقويم بالإجابة المذكورة في الشرائح المعروضة. وكذلك النشاط ترجع إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى وتكتبه لتستفيد وتؤكد على ما درسته وقرأته في هذه الوحدة. خلاصة الوحدة أيضا تعيد قراءتها مع المراجعة المستمرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم أعزائي الطلبة من هذا الدرس. نسأل الله لكم العون والتوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.